محل التنطيط للأغنية بس. هنجرب أغلى ترامبولين وأغلى ترامبولين في مصر. يلا بينا. هي يو، ناس كتير فاكرة ان التنطيط والانبساط للصغيرين بس، فانا معايا امير وهنشوف الموضوع ده مع بعض دلوقتي. اول حاجة رحنا المعادي فاميلي بارك ودخلنا ملاهي كاريمانتس. الدخول ببلاش والمكان فاضي، ودي حاجة جميلة. هو عبارة عن مكان فيه العاب وفيديو جيم وجوه الترامبولين. سعر التيكت 30 جنيه لمدة ربع ساعة، والمدة مش قليلة خالص على فكرة. وعشان الترامبولين مش للأطفال بس مخصصين مكان ليهم، واحنا دخلنا المكان التاني. تقلع الشوز وتسيب حاجاتك بره وتخش تنبسط. Look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out. أرخص ترامبولين بالعالم مش بمصر. المكان مش ترامبولين بس، ممكن تلعب ألعاب تانية. مسويش نفسك طعمية كبسة. يلا ساعدي لك. أرضي لك أمير، عايز تنزلني في أرضي. وبعدها طلعنا على سيتي سكيب مول في 6 أكتوبر عشان ندخل نينجا ماكس. حاسس حالي نزلت من المطار. أخذ يا ترامبوليني بمصر. أنا مفهمه كده عشان هو اللي يدفع، بس هو مش غالي ولا حاجة. هي الفكرة إن هنا أقل مدة ساعة ب 110، ولو أول مرة لازم تشتري الكارت ده ب 20 جنيه عشان تقدر تشحنه وتدخل بيه نينجا ماكس وكل الحاجات اللي على الكارت دي، وهيدوك شراب. وممكن تشتري اللوكر تحط فيه حاجتك، بس مش إجباري، ممكن تحط شنطتك عندهم عادي. مبسوط قوي يا كريم. يا ابني شقلبه يا ابني من ناحية حتى. إيه ده؟ لا يا عم. واللي اكتشفته إن أنا اللي كنت لابسه غلط. وأحلى حاجة في الشراب ده إنك بتاخده معاك وأنت مروح. فكرت زي اللي بيه. هوريك دي بيعملوا فيها ايه. يا جامد. واو. يلا يا امير اطلع فوق. يلا يا امير اطلع ونط من فوق. هو قال لي ازاي. يلا يلا اطلع يا امير اطلع. يلا يا امير اطلع يا امير. الواد هيسابقك يا امير. عيب. انزل يا امير انزل يا امير. دوري ايه؟ انا مش هطلع. انا انت عبيط. اسمك يا دي عسل. يا معين انت جنسيتك ايه؟ انت عسل فشخ. تعرف كده؟ وجوه المكان في العاب تانية غير الترامبولين، بس ما انصحش حد يجربها. واحد اتنين اهو. معرفش والله. يا ابن اللذين يا امير. لياقة يا جماعة لياقة. يلا دي اللياقة. انت ليه بتتوجع انت؟
وفي الاخر ما تنسوش تشاركونا تجاربكم واماكن الترامبولين اللي تعرفوها في الكومنتات. انا بس حبيت اوريكم ان الانبساط ملوش سن ومش هيفرق الرخيص من الغالي طالما هيخلوك مبسوط. اشوفكم في الفيديو الجاي. هب 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 هب. يا عيني 190. هو قال لي 190. لا 170. 170 اهي. اخلص. 195 يا كريم. عايز اسالك يا كريم، هو سوشي الاغنياء فقط؟ عايزين ناكل سوشي. اتشالي يا امير. يا نهار اسود. حتى لو الترامبولين رخيص برضه ممتع جدا.